غادة عادل هي نجمة جيلها، نجمة جيلها من النجمات الشابات، حلوة مش قوي، رقيقة برضو مش خفيفة قوي. الظل وموهوبة، كله مش قوي، ما لا كله موهوبة. مش قوي. موهوبة لا موهوبة ما بسيطة ومرحة وتنجح في كل الأدوار الرومانسية والكوميدية، ومع هذا فإن السهام الطائشة تصيب غادة من حين إلى آخر، وقد أصابتها في المرحلة الأخيرة مجموعة من هذه السهام، منها في بقى إيه شوية منشطات هقراهم عليكي وهتقولي لي إيه الصحة بتاعت المنشطات دي، وبعدين ليه يعني هل المنشطات دي لما تقريها هتقولي لنا لو صحيحة ولا لأ، تقيتك ولا لأ، طب لو ما كانش ده حصل ايه هيكون التصرف بتاعك؟ يعني انا قاعد على كرسي الاعتراف. غدا انا انت سمعت انك انت بتطبخي كويس قوي، حقيقي والله. طب ما شفناش رمضان بقى ما شفناش حاجه. طب خلاص كلكم عازمين عندي في رمضان ما شفناش حاجه. ها المهم ان هل مره عزمتي الستاف بتاع فيلم انت كنت فيه كده وبعدين اكلوا عندك ودقوا الاكل الجميل بتاعك؟ حصلت كذا مره. حصل حصل فعلا. والله انا بحب قوي استعرض امكانياتي. لا بس في كلام هنا بيقول عكس هنا. ايه في كلام هنا بيقول انك انت عزمتي ناس المجموعه الفيلم كلها وجم، وبعدين قلت لهم هطبخ لكم كذا ومحشي و كل الحاجات اللي غاده شاطره بتعملها، وبعدين جيتي بتحطي الحاجات في الفرن لقيت مفيش بوتاجاز، رحت ماكلهم سلطه. هقراهولك. غادة عادل أقامت غذاء لمجموعة العمل في الفيلم السينمائي الذي تلعبه. كانت غادة قد أخبرتهم بأنها تجيد الطهي زي ما قلت لي دلوقتي، وأنهم سوف يأكلون أكل بيتي ما دقناهوش. وبعد أن حضر حوالي 50 شخص في انتظار الغذاء وضعت الأكل في الفرن، وبعد فترة اكتشفت غادة أن الفرن لا يعمل فتسببت عرقا ولم تقدم الضيوف إلا السلطة. ايه يا غادة بس؟ لا بص هو بص ايه بس؟ لا هو انا حصل لي كذا حادثه يعني في في موضوع الطبيخ ده، بس ما كانتش مع كاست الفيلم، هو هي يعني وصلت غلط شويه. هو كان فعلا عامله عزومه في رمضان، بس مش ده اللي مش بالظبط ده اللي حصل. كنت انا لوحدي ما كانش معايا حد في البيت، كنت عامله عزومه كبيره قوي بقى، قلت هعمل كل حاجه بس هجيب طباخ، وقعدت بقى حضرت كل حاجه بالليل، واللي ساعدوني في التحضير روحوا، ما جاي لي الطباخ وما جاش، وقمت من 7 الصبح عملت كل حاجه. طبعا على ما جم الناس اصلا كنا انا اغمى عليا مش عايزه اقعد معاهم، يعني اتفضلوا انتوا جوه وانا اخش انام. يعني فعلا حصل حاجه زي كده. عندي شويه حوادث كده. طب ايه احلى حاجه بتطبخيها؟ المحاشي، الرقاق، الباميه، المكرونه بالبشاميل، كل حاجه يعني بصراحه. طيب. الاكل البيت يعني الاكل البيت. لكن اكل المطاعم بقى والحاجات دي لا. الملوخيه طبعا، ما اعرفش اعمل حمام. علاقتك ايه بسيده الشاشه فاتن حمام؟ يعني استمتعتي بالشغل معاها؟ احلى متعه في الدنيا مش كده؟ والله ست عظيمه بجد. تعلمت ايه منها؟ تعلمت منها كل حاجة، تعلمت منها الالتزام، تعلمت منها يعني الواحد لما بيكون في عمل بيبقى كله كيانه وولاءه للعمل ده، تعلمت منها يعني ايه احساس، يعني ايه احساس صادق، يعني ايه تحس بالشخصية اللي انت بتعملها، يعني ايه تحس الكلمة، تعلمت منها الذوق، كل حاجة بصراحة. يعني هي ست عظيمة بجد، كفاية ان انا مثلت معاها، يعني انا مش عارفة اقول ايه بصراحة. يعني طبعا انا بشاركك كل الاحاسيس الجميله دي، بس اللي انا عاوز اساله لك، هل مثلا طبعا المخرج هو اللي يدير الممثل وكل حاجه، هل مدام فاتن اديتك بعض نصائح في كيفيه اداء بعض المشاهد؟
اه طبعا انا كنت كمان بسالها وهي ما كانتش بصراحه يعني وهي ما كانتش يعني بتبخل علي باي معلومه، بالعكس يعني بدخل لها واقول لها انا عايزه يعني اسالك اعمل ده من منطقه ايه، احسه ازاي. طبعا المخرج بيوجهني بس برضو محتاج انك تاخد خبره من يعني فنانه زي دي، اكيد طبعا اضافه رهيبه يعني اكيد يعني نفهم بعد كده انك انت هتوافقي وتعملي الادوار الرومانسيه والادوار التراجيديه. نشرفني يا ريت يعني، بس طبعا مهما عملتها عمري ما يعني ما حاجه حتى كده يعني بعيد طبعا جنبها، ولكن ما قلتش انك انت مش بقارنك بحد عشان انت غادة عادل ولكي كيانك الخاص ولكي مكانتك الخاص. بقول هل هتعملي افلام رومانسيه بعد كده ولا هتعتزلي؟ ايوه يا محمود هعمل افلام رومانسيه بعد كده. يعني لما يجي لك سيناريو بعد كده هتقريه وتقولي ايوه لو عجبك؟ ايوه بعد كده. لا لا ان شاء الله طبعا يا ريت. طب ليه 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 انا سمعت ان في حصل شد بينك وبين مدام فاتن في اللوكيشن، مع ان انا بستغرب يعني عشان انا عمري ما سمعت عن حاجه زي كده. انا سمعت انك انتي كنتي مره قاعده بتصوري مشهد وبعدين قعدتي تعيدي وقعدتي تعيدي وبعدين هي تقول لك اعمليه بالطريقه دي وقعدتي تعيدي وقعدتي تعيدي اطلاق، وبعدين قعدت تقول لك لا اعمليه بالطريقه دي، وجاء المخرج كمان اتضم لها وقال لها قعدوا يكلموكي وبرضه قعدتي تعيدي وقعدتي اشاعات 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 اشاعات، وبعدين راحت هي زعلت. بص مش بقول كده علشان واجلت التصوير. لا. هل حقيقي الكلام ده؟ اطلاقا مش بقول كده عشان اوري ان انا شطوره قوي، لا بس ما حصلش ما حصلش. لا يعني ممكن اعيد طبعا مره واثنين بس مش للدرجات، يعني اعيد يعني تقولي مثلا اما كلنا بنعيد، عايزه ان انا اجود، عايزه كلنا بنعيد. انا ساعات بطلب ان انا اعيد اكون مثلا ما سالتهاش وقلت عملته باداء معين وحابه اسالها فعايزه ارجع اعمله، لكن سبع مرات وتاجل وكده لا ما حصلش. طب نقراها اقراها. طيب اثناء تاديه مشهد يجمع بين فاتن حمامه وبين غادة عادل في مسلسل وجه القمر تم اعاده المشهد سبعة مرات، وفي كل مره تشرح فيها فاتن حمامه لغاده ولكن غاده تكرر الخطا الى ان ثارت فاتن حمامه وطلبت تاجيل التصوير كده. اولا ما دام فاتن حمامه اترينا كنا متعطلين خالص. بقى انا عرفت بقى كنا بنتعطل ليه بقى. لا هي اولا ما بتصورش خالص. هي بتحتوي اي حد حتى لو خايف او مش عارف يأدي، وهي طبعا مقدره اكيد انه احنا قدامها يعني بنبقى مرتبكين، يعني انا من كتر ما وكل ما بشوفها ببقى مخضوضه تقول لي يا مخضوضه. انت ومين بقى؟ انا ونيلي كريم واحمد الفيشاوي. بالعكس يعني هي واقفه معانا ومتهيالي لو حصل وعدت سبع مرات مش هتتضايق ومش هتاجل وصبوره ومعلش تاني وحاولوا. بالعكس اللي اتعرض عليكي شغل غير عبود على الحدود وصعيد في الجامعه الامريكيه؟ اه طبعا اتعرض حاجات كتير يعني. ايه مثلا؟ لا مش هقول يعني مش هقول حاجات ما عملتهاش. لا يعني حاجات كوميدي. افلام رومانسيه اتعرض عليا. في افلام رومانسيه اتعرض عليك؟ اه والله اتعرض عليا يجي ثلاث افلام رومانسيه في فتره عبود وفتره بعد بيليا برضو حوالي خمسه سته. طب وليه ما تعمل؟ لاني انا ما اقدرش اشتغل في عملين في وقت واحد ما اقدرش. هل انت دلوقتي بتشتغلي في اي حاجه؟ لا انا لسه مخلصه بقالي يعني اسبوع بس مخلصه. طب ولو جالك فيلم رومانسي دلوقتي هتقدر؟ اه طبعا دلوقتي انا متفرغه بس انا داخله فيلم دلوقتي فلما اخلصه ما اقدرش اعمل عملين في وقت واحد. داخله فيلم ايه دلوقتي عشان داخله فيلم خبر نفرح بيه الجمهور؟ هو 55 اسعاف. ده ايه ده؟ ده فيلم كوميدي لسه مش رومانسي. انت لسه لا بس كوميدي. ممكن بقى مع الكوميدي اعمل واحد رومانسي. هقول لك حاجه لو فيلمين يعني فترات متقاربة مش مشكلة، بس لما كنت في المسلسل ما اقدرش اعمل عمل جنب المسلسل. لا لا طبعا فعشان كده كنت برفض. بس دلوقتي خلاص يعني ممكن اشتغل عملين لو فيلمين. هل لو اتعرض عليكي عمل ما يكونش من انتاج زوجك تقبليه؟ اه طبعا اقبله. بدليل ما انا عامله المسلسل ده ما بعيد عن اه بس المسلسل ده اه المسلسل ده طبعا حالة خاصة يعني اكيد لينا كلنا. بتهيألي اه. الاستاذ يوسف شاهين ما حاولش يعرض عليك العمل معاه؟ ما حاولش.
حقيقة. طب ده خبر كويس بقى جديد؟ يعني بقول لك خبر كويس انت ما كنتيش عارفاه. خبر جديد خالص؟ اه خبر جديد خالص. المنتج مجدي الهواري يقوم الآن بأداة فيلم سينمائي عالمي، وتم تجهيز القصة، وسوف يلعب البطولة عمر الشريف، والإخراج ليوسف شاهين. وقد وعد مجدي زوجته غادة عادل بأنها ستلعب دور رئيسي في الفيلم، وبعد أن قرأت الدور وأعجبها وأحضرت كل ما يخص الدور من ملابس، وأجرت العديد من الحوارات الصحفية والتلفزيونية عن فيلمها العالمي الجديد، وفي أول يوم تصوير وجدت حنان ترك تلعب الدور، ولم يستطيع زوجها أن يفعل شيئا لأنها هي رغبة يوسف شهيد وأيضا مصلحة العمل. إيه اللي حصل ده؟ أنت فعلا روحتي ولقيتي حنان هي اللي بتعمل الدور؟ لا أنا أصلا ما اتعرضش عليا خالص فيلم إخراج يوسف شهيد، بس ده لو حصل طبعا. طب لو حصل كنت هتعملي إيه؟ هيجي لك اكتئاب فعلا؟ بس انا برضو بحب حنان ترك. لا يعملوا لي دور في الفيلم ده. انا عايز اشتغل مع يوسف شاهين، وعايز اشتغل مع عمر الشريف، وعايز اشتغل مع حنان ترك. اعمل ايه بقى؟ ماليش دعوه. طب يعني فعلا لو حصل الكلام ده، يعني الكلام ده مش بصحيح؟ لا اي مفيش اي مشروع كان مع خالص. لا بقى انا ما عنديش فكره. غريبه بس يا ريت يعني يوسف شاهين يعرض عليا بصراحه واعمل قدام عمر الشريف. ده حلم. ده حلم. ده حلم. ده حلم، ده مش خبر، ده حلم. يا ريت. ده تلاقيني انا مثلا حلمت وحكيته لحد فكتبه. انه انا امنيت حياتي اشتغل مع الاثنين دول، مع الاستاذ يوسف شاهين ومع عمر الشريف. ليه؟ من غير ليه؟ لا ايه اللي من غير ليه؟ من غير ليه؟ لا انت يوسف شاهين وعمر الشريف. يوسف شاهين وعمر الشريف. ايه اللي بيعجبك في يوسف شاهين وايه اللي بيعجبك في عمر الشريف؟ يوسف شاهين يعني مخرج عالمي. ها عمر الشريف ايه اللي بيعجبك في اسلوبه؟ ممثل عالمي. غادة عادل والفيديو كليب، ايه حكايه الفيديو كليب؟ عملت فيديو كليب. انا سمعت ان عمرو دياب عرض عليك انك تعملي فيديو كليب، والناس زعلوا منك انك انت ازاي بطلت افلام زي بيليا ودماغه العالية وسعيدي في الجامعة الأمريكية، عبود على الحدود. إزاي تردي انك لا لسه إزاي تردي تعملي فيديو كليب، خاصة أنك عملتي مسلسل مع سيدة الشاشة فاتن حمامة؟ فهل حقيقي الحكاية دي أنك أنت الناس اعترضت وزعلت منك؟ هو انا ما اتعرضش عليا كليب. عمرو دياب ما اتعرضش عليك؟ طب ولو عرض عليك هتردي ولا لا؟ هو عرض عليا؟ لو عمرو دياب عرض عليكي تبقي بطلة الفيديو كليب بتاعه الجاي، هتردي ولا لا؟ ده سؤال محرج. اصل بص اقول لك حاجه، انا مش عاوز احرجك. لا هقول لك حاجه، انا عاوز يعني رايي. اصله تختلف يعني، في فيديو كليب ممكن يبقى فيه تمثيل واداء. لا مش هطلع موديل طبعا كده يعني ارقص يعني. فيديو كليب عمرو دياب بيغني وبطل قدامك عمر الشريف. طبعا هتقبلي؟ اقبله طبعا. كويس طبعا يعني. ولو 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 الكليب ما فيهوش حتى عمر الشريف ومع عمرو دياب هقبله، بس يكون في مضمون، في قصه. مش هطلع اكيد يعني امسك اشارب وارقص اكيد يعني. انا قابلت مجدي جوزي وعجبت بيه جدا. ليه في اشاعات عن خلافات بينك وبينه بالنسبه للعمل؟ ان هو في الاول انت ما كنتيش عاوزه تشتغلي، عاوزه تقعدي في البيت تقعدي مع الاولاد، وهو اللي شجعك على انك انت تبتدي بالفيديو كليب وبعدين تباني وبتاع. بيقولوا ان دلوقتي العكس حصل، ان هو دلوقتي عاوزك تقعدي في البيت وانتي عاوزه تكملي. فانا عاوزك تشرحي للناس رد على المنشط اللي انا هقراه لك ده، وتشرحي للناس الكلام ده وتقولي ايه الحقيقه. تعيش غادة عادل فتره خلافات حاده بينها وبين زوجها،
في البداية كانت غادة تريد أن تكون زوجة وأم فقط، ولكن بعد إصرار من زوجها دخلت عالم الفيديو كليب من خلال أغنية لهاني شاكر، وبعد أن هالت عليها عروض الأفلام أصبحت نجمة وأحبت التمثيل والشهرة. ولكن حدثت مفاجأة حيث قال لها زوجها أنه يريدها زوجة وأم وطلب أن تعتزل التمثيل. بكت غادة بكاء شديد ولا تدري الآن ماذا تفعل. ماذا تفعلي لو كنت مكاني؟ لا بص هقول لك حاجة، هو الخبر فيه جزء صح وفيه جزء مش صح. الجزء الصح ان هو فعلا في الاول يعني انا ما يعني هو فعلا مجدي اللي دفعني ان انا امثل وكده، وانا كان كل طموحاتي البيت والاولاد فعلا. انت يعني انت كان بيت واولاد وعمرك ما فكرتي تمثيل او فيديو او اي حاجه ابدا خالص يعني. فلما حصل فعلا وعملت الكليب بتاع هاني شاكر تخسري وجات لي عروض كتير بعد الكليب ده وكده، حبيت التمثيل فعلا يعني، حبيته فعلا يعني حسيته، ما كنتش الاول يعني حاساه زي ما بتفرج عليه، زي ما انا اجسد شخصيه اعمل عمل كويس، فحبيت التمثيل. بس ما حصلش ان هو مانعني، بدليل انه الفيلم اللي انا هعمله 55 اسعاف انتاجه واخراجه، فيعني ده كمان هيخرج انتاجه واخراجه، فاكيد ده دليل ان هو مش عايزني اقعد. بس لو حصل يعني وهو اللي اقعدي في البيت مش يعني، طبعا انا بحب الفن جدا يعني، هقعد وانا زعلانه يعني، انا عشان بحب برضو ولادي محمد ومريم وبحب جوزي هقعد، بس هبقى زعلانه. بس كل يعني اللي هيصبرني ان هو مجدي بيحب الفن جدا ومتاكده انه هيكون ده قرار في لحظه غضب وهيرجعني تاني، ولو قرار نهائي وحاسم على الاقل هو بيدي للفن، فانا هبقى مبسوطه ان هو بيقوم مكاني في الموضوع ده. ما تقول طب نعمل ايه في المنشطات اللي بتطلع علينا دي؟ ايه فكرك؟ فكرك ممكن نعمل ايه كفنانين عشان على الاقل ما تطلعش علينا منشطات ما فيهاش اي وجه صحه، وساعات بتبقى منشطات جارحه، وده سؤالي بعد كده ليك يعني. فايه رايك ممكن نعمل ايه يعني كفنانين؟ بس انا رايي ان احنا يعني ما نهتمش طبعا، هو لانه عايزين او مش عايزين هو ده بيتكتب وده ضريبه اي نجاح. بس يعني انا بقول للصحفيين يعني اللي هم بيعملوا حاجه زي كده يعني ليه، يعني ايه الغرض يعني؟ بيبقى سبق صحفي ولا عشان؟ طبعا عشان بيبقى يعني صحفي كل حاجه، فليه يعني؟ المفروض كل واحد يبقى عنده ضمير ولو حاجه صح تتكتب، لو حاجه مش صح ما المفروض يعني. غادة عادل تقول لهم ايه؟ والله انا بقول لهم يعني انا مش عارفه اقول لهم ايه، اقول لهم بلاش ما تكتبوش كده. ما تقول قولي لي بقى عن منشات قريتيه وضايقك جدا جدا. عني مره قريت انه انا ومجدي في خلافات بيننا وصلت لشبه انفصال، حاجات زي دي بتضايقني، لانه انا اكتر حاجه بتضايقني حاجه تمس بيتي وولادي. مظبوط، لاني انا اصلا عامله حياتي الخاصه دي برايفت قوي، بخص ولادي وكده. يمكن جوزي عشان هو فنان ففي المجال فحاجه معروفه يعني، بس فبتضايق بقى لما تكون حاجه تهد البيت ده، واحنا مش هنتاثر بيها. طلع حاجه كده طلع حاجه مره كده يعني، دي اكتر حاجه ضايقتني يعني. ايه المنشات اللي غادة عادل صاحب نوم الصبح كده تحب تفتح جريده او مجله وتقراها؟ يكون في غير ان فيلم يوسف شاهين غير دي؟ لا 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 ما كنتش هقول دي طبعا والله. يعني انا اكتر يعني هقول لك اكتر حاجه نفسي فعلا اصحى من النوم اقراها، اني انا حد يمدح نجاحي في عمل، يمدح عمل انا عملته، اقوم كده ده يديني بقى باور ان انا استمر.